الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تتفرق الغيوم مع 42 درجة مئوية الملموسة 39 رطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للتفاصيل الجوية المتوقعة اليوم لنهار اليوم عفوا في المنطقة الشمالية، تبوك أتربة مثارة 40 إلى 25، سكاكا 41 إلى 27، وعرعر 42 إلى 26. المنطقة الغربية المدينة المنورة طقس صافي 43 31، جدة 43 31، أيضا مكة المكرمة غبار خفيف 45 إلى 32، والطائف سخات رعدية من الأمطار 35 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 30 إلى 24، أبها 29 إلى 20، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية طقس حار بشكل كبير، الدمام 44 إلى 28، حفر الباطن 45 إلى 34، والإحساء 46 إلى 30. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض تفرق بعض الغيوم 42 إلى 30، بريدة 43 إلى 29، وحائل 38 إلى 25. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.